زهران زيرو، عبد الله ناصر بيدو 34، عمر طارق 55، عمر عزب 3، مايكل تومسون 22، محمود وليد 11، احمد مهيب 14، والوافد الجديد يوسف معداوي رقم 41. اصابات الاهلي النهارده مروان سرحان ما زال يعني ان شاء الله يعود لنا سريعا خلال الايام القادمه، احمد اسماعيل الصفقه الجديده كورونا، ابراهيم الجمال برد والحمد لله تم التاكد على انه مش كورونا وتم عمل مسح ليه، سيف سمير في شد في الخلفيه. سلامات لكل لاعبتنا. نستعرض معاكم سريعا كده فريق نادي سموحه، القياده الفنيه للكابتن فادي هاني، احمد عبد المطلب، محمد رزق مدرب ومدرب عام مساعداه، كابتن عماد هشام مدير اداري، محمد زكريا اداري، دكتور مروان النجار طبيب، شادي باسم مخطط احمال، محمد عبد الرازق مدلك، حماد عبد العزيز مصور، وانس فهمي محلل اداء. اما نادي سموحه اليوم فبيتكون من عبد الرحمن سمير رقم 2، محمد اسامه 12، جازو رقم 5، زياد عشماوي رقم 6، رؤوف صفواني 9، عبد الفضيل ابراهيم رقم 15، ابراهيم خالد 23، احمد تريباس 25، مازن المصري 32، مازن العزازي 33، والمحترف الامريكي جونز 3 مازن عزازي 77، وجونز رقم 33، واحمد عماره هو متواجد في التشكيل لكن لن يلعب اليوم لانه عنده مزق في الخلفيه. فسلامات للاعبين نادي سموحه. ايضا يغيب عن نادي سموحه احمد عزب المنتقل حديثا الى نادي الزمالك، وتم ايداع مبلغ الانتقال اليوم واعتقد ان الصفقه تمت، لكن يغيب ايضا لظروف الكورونا، ويوسف ولاء واحمد فوده. سلامات للاعبي الاهلي وسلامات ايضا للاعبي نادي سموحه. نستعرض مشوار الفرقتين مع بعض. النادي الاهلي هو اليوم في الترتيب بعد الجوله او قبل الجوله بدايه الجوله ال 13 هو يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطه. النادي الاهلي لعب 12 مباراه، فاز في 2 خسر، فاز في 10 عفوا وخسر في 2، يملك من النقاط 22. اما سموحه فهو يحتل المركز الاخير المركز الثامن برصيد 14 نقطة، لعب 12 مباراة، فاز في 2 وخسر في 10 مباريات. آخر مواجهة للنادي الأهلي مع نادي سموحة كانت على ملعب سموحة، وأقول لحضراتكم أذكر حضراتكم كده بالمواجهة، كانت على ملعب نادي سموحة، واستطاع الأهلي حسمها بنتيجة 83-78. وعملنا كده إحصائيات سريعة كده ل الدور الاول والدور الثاني. النادي الاهلي في مشواره في الدور الاول لعب 7 مباريات، فاز في 5 وهزم في 2 واحتل بعد نهايه الدور الاول المركز الثاني. اما نادي سموحه فلعب 7 مباريات ايضا، فاز في مباراه وتلقى 6 هزائم وانهى المركز في المركز السابع بعد نهايه الدور الاول. مشوار الفرقتين بدا في الدور الثاني. الاهلي قابل سبورتنج واستطاع الفوز عليه 82-79، وبعد كده تلاقى مع الاتصالات وفاز الاهلي 82-72، ثم ذهب الى التامين واستطاع الاهلي الفوز 97-52، ثم مباراه القمه الزمالك والاهلي وفاز النادي الاهلي بالثلاثيه الشهيره لاحمد مهيب 86-85، ثم اخيرا المباراه السابقه كانت امام الجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل وانتهت بنتيجة 84-56. مشوار النادي الأهلي 4 مباريات حتى هذه 5 مباريات عفوا في الدور الثاني استطاع تحقيق العلامة الكاملة، والنهارده المباراة الستة والمباراة السابعة إن شاء الله هتبقى أمام نادي الاتحاد الجمعة القادمة في صالة الاتحاد. نادي سموحة بدأ مشواره بهزيمة من التأمين 80-67، ثم تقابل مع الجزيرة وفاز الجزيرة 71-51، ثم تقابل مع الاتحاد 68-79 للاتحاد، ثم الاتصالات فاز سموحة على الاتصالات 86-77، ثم تقابل مع الزمالك المباراة السابقة وفاز الزمالك 83-78، واليوم يلتقي مع النادي الأهلي وتبقى له مباراة أخيرة على ملعبه أمام سبورتين. ده ملخص بدايات المباراة، ونعود لحضراتكم ونشوف السنيور اوجوستي جول بيبوش هيبدا بالستارت لاين اب مين. لكن انا شايف دلوقتي مايكل تومسون ومحمود وليد
وإيهاب أمين وعمر طارق وأبو النصر، ده الستارتن لاين اب للنادي الأهلي. وهنشوف دلوقتي نادي سموحة الخماسي اللي هيبدأ بيه كابتن فادي هاني. تعليمات الأخيرة من السنيور أوجستي بوش والكابتن أحمد الجرحي للخماسي اللي هيبدأ، أفكر حضراتكم بيهم مرة تانية: عمر طارق، محمود وليد، مايكل تومسون، إيهاب أمين، وأبو النصر. ده خماسي النادي الأهلي. سريعا كده برضو بعض الإحصائيات: النادي الأهلي يحتل في جدول الدوري المركز الثاني زي ما قلت لحضراتكم برصيد 22 نقطة، وهو تاني أقوى دفاع وتاني أقوى هجوم في المرحلة، يعني لغاية المرحلة 13 أو الجولة 13. نادي سموحة يحتل المركز الأخير في الثمانية، ويحتل المركز الرابع في أقوى الهجوم والمركز السابع في الدفاعات. دي إحصائيات عملناها لحضراتكم قبل بداية أحداث المباراة. على بركة الله نقول برضو ونفكر حضراتكم بحكام هذا اللقاء: كابتن وائل إبراهيم، كابتن تامر يحيى، كابتن محمد إبراهيم. ده حكام لقاء اليوم. ثواني ونبدأ المباراة. مازن العزازي رقم 77، زياد عشماوي رقم 6، رقم 2 عبد الرحمن سمير، وعبد الفضيل ابراهيم ديلا رقم 15، وجونز رقم 22. ده الفايف او الستارتن لاين اب لنادي سموحه. فكر حضراتكم بيوم تاني: عبد الرحمن سمير رقم 2، زياد عشماوي رقم 6، رقم 77 مازن العزازي، ديلا رقم 15، وجونز اللاعب المحترف. على بركة الله ثواني ونبدأ أحداث المباراة ورمية القفز الأولى والأخيرة. خلاص التعديل الجديد هي رمية قفز واحدة وبعد كده بالتبادل. جامبول يحصل عليه نادي سموحة، يبدأ نادي سموحة عن طريق عبد الرحمن سمير الهجمة. ديلا للعزازي، زياد عشماوي، وباص لديلا اللي قاطع ويقدر يسجل اول نقاط المباراه، وخطأ شخصي على عمر طارق. اولى النقاط كاونت والاند وان او الفري ثرو الاضافيه لصالح نادي سموحه. عبد الفضيل بدا من نادي الجيش ثم انتقل الى النادي الاهلي ثم عاد الى سموحه وتسجيل الفري ثرو الاضافيه لصالح نادي سموحه. أبو النصر من النادي الأهلي يبدأ الهجمة، الطريق قدامه فاضي، هيعمل فيها إيه ولا هيبدأ الهجمة من أول وجديد؟ يسلم لتومسون على الأوبن شوت 3 بوينت، وأولى الثلاثيات مايكل تومسون، أولى الثلاثيات مايكل. 3 بوينت لتومسون. عبد الرحمن سمير لعزازي يبدأ الهجمة مع إيهاب أمين، مان تو مان النادي الأهلي لجونز، جونز يسعى ل 3 بوينت لكن تتخطف في السكة ويسيطر على مرة ثانية للعزازي اللي يهوش ويشوط على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ابو النصر ويطلع الفاست بريك لكن جونز يعمل السين في السكه وتطلع اوتسايد للصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي يستلم عمر طارق تحت الباسكت، يلف وسامي هوك، هو نقطتين لعمر طارق يعلي بيهم الفارق لصالح النادي الاهلي 7 نقاط أو عفوا 5 نقاط مقابل 3 لصالح الأهلي. عبد الرحمن سمير ياخد السكرين مع ديلا، ديلا على الأوبن شوت مستني العزازي، يسلم لجونز، جونز والبيك أند رول مع ديلا، جونز وعلى الأوبن شوت ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول البوب إيهاب أمين لمايكل تومسون، مايكل لعمر طارق تحت الباسكت بلاي 1 ان 1 تراي مره والثانيه ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عزازي من سموحه، يبدا الهجمه عزازي يدور على المسانده، يسلم لديلا، ديلا تحت الباسكت لزياد عشماوي اللي يلف ويرتكز وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سموحه. مايكل تومسون من الاهلي يبدا الهجمه ويشاور على الخطه، مايكل مستني السكرين،
خد السكرين فعلا من عمر طارق، مايكل لعمر لمحمود وليد، ابو النصر، عمر طارق تحت الباسكت اعطى له محمود وليد لكن ما بيلحقهاش، وعلى طول باك زون على النادي الاهلي. لكن الفكره من اساسها حلو لكن التنفيذ خانه التوفيق. 5-5 التعادل، 8 دقائق 5 ثواني على انتهاء الكوارتر الاول. ديلا او عفضيل والباد الباك باص لكن تخبط في ابو النصر وتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. 8 دقائق 3 ثواني تعادل الفريقين حتى هذه اللحظات. جونز على الاوبن شوت يهوش على 3 بوينت يلحقه ابو النصر، يسلم لعزازي، عزازي لعبد الرحمن سمير بيحاول يخترق، اخر 3 ثواني في زمن الهجمه يشوط عزازي على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، على الديفنسيف ريباوند على طول مايكل تومسون. لكن هنا في ايه؟ كابتن وائل ابراهيم صفر في خطا شخصي رقم 20، خطا شخصي على رقم هنشوف دلوقتي على مين، لكن الهجمه اهلاويه. مايكل تومسون قطع له حلو قوي بالنصر، بيحاول يخترق ابو النصر لكن مخالفه المشي بالكره على محمد ابو النصر. ووكن او ترافلينج على ابو النصر واوتسايد للموج الازرق سموحه. لسه نتيجه تعادل 5-5، 7 دقائق 35 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. جونز ابو النصر رقابه لصيقه، زياد عشماوي قطع جونز توصل تاني لديلا، ديلا لعزازي اللي اخترق من البيز لاين وراح باور ليب لكن ما بينجحش في التسجيل. محمود وليد على طول يبدا الهجمه بلاي 1 ان 1 محمود، وصل محمود لكن ما نجحش في التسجيل، على طول يلم ديلا عبد الفضيل من نادي الاهلي من نادي سموحه، سلم ليه عبد الرحمن سمير اللي وقف وشوط ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، ديلا على السكند شوت ما بينجحش ايضا في التسجيل، يلم عبد الرحمن سمير وعلى الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح مره اخرى، تروح الكرة على طول اوتسايد لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون يبدا الهجمة للاهلي، مايكل سكرينات توصل لابو النصر، ابو النصر لعمر طارق تحت الباسكت لكن بعيد عليه واوتسايد لصالح نادي سموح. عمر طارق بيقول ان عبد الفضيل ماسكه شده او جذبه عشان كده ما لحقش الكوره. 6 دقائق 45 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. عبد الفضيل لمازن العزازي، مازن حاول يطلع كيك اوت، سلم لبودي او عبد الرحمن سمير، قطع جونز وصل جونز نجح في تسجيل نقطتين. جونز رقم 22 من نادي سموحه. مايكل تومسون يبدا الهجمه الاهلاويه، مايكل يسلم لمحمود وليد والهاند اوف مع مايكل تومسون، سكرين يخترق يسلم للبوب ايهاب امين الشوت على 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط ايهاب امين، البوب ايهاب امين يوسع الفارق 8-7 لصالح النادي الاهلي. عزازي يطلع من السكرين يضغط عليه عن طريق ايهاب امين، ديلا لجونز مفتاح لعب جونز، لسه جونز بيحاول يخترق ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، حاول معاه محمود وليد لكن توصل على طول لبودي او عزازي على 3 بوينت ما بتجيش، يلم عمر طارق على طول لكن بيقطع عزازي في السكه وبيرتكب معاه ايهاب امين خطا شخصي، خطا ترن اوفر كده من عمر طارق، يخطف انور او مازن عزازي ويحاول يجيب باسكت لكن ايهاب امين بيعترضه بخطا شخصي. علامات عدم الرضا على اوجوستي او السنيور اوجوستي. ما زال عمر طارق يتحدث الى كابتن محمد ابراهيم في اللعبه الماضيه، لكن خلينا مع الملعب على الفري ثرو. مازن العزازي ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى، وعلى الفري ثرو الثانية ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول النادي الأهلي بعد ما طلع عمر طارق طالما فوق الحلقة
ومشي على الحلقه يقدر على طول يعمل زي ما شفتوا حضراتكم تراي دي ويطلع الكره. مايكل تومسون لإيهاب امين على 3 بوينت اوبن شوت ما بينجحش في التسجيل. جونز على طول يلم من نادي سموحه بيسلم لمازن عزازي، مازن بيحاول يخبطها في إيهاب امين فعلا ينجح في خبطها وبتطلع اوتسايد لصالح سموحه. اوتسايد لسموحه، مازن عزازي هيطلع الاوتسايد، مازن يسلم لديلا او عبد الفضيل لبودي، لديلا مره ثانيه سكرينات يفضي جونز، فضى فعلا جونز اخترق عمل البيك اند رول لكن تخبط في ايد ابو النصر وبتطلع اوتسايد على نادي سموحه. 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه لنادي سموحه، 5 دقائق 13 ثانيه والنتيجه تعادل 8-8. قطع ديلا في غفله دفاعيه اهلاويه لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر طارق بيدور على مايكل تومسون، اداله فعلا، بدا مايكل تومسون الهجمه، راح من بعيد ينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون نقطتين يعدل النتيجه الى 10-8 لصالح النادي الاهلي. مازن عزازي، جونز سكرينات مع ديلا، جونز وصل مع تراي على الباسكت ينجح في ادراك التعادل، نقطتين على طول لصالح نادي سموحه. مايكل تومسون من الاهلي، عدى مايكل لإيهاب امين سكرين، عدى إيهاب البيك اند رول ولا هيكمل هو، علق لعمر طارق، عمر طارق بيهوش وصل لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم البوب مره ثانيه وعلى الميديم شوت ينجح في تسجيل نقطتين إيهاب امين. جونز من سموحه على طول يبدا الهجمه سريعه معاه ابو النصر، لسه ابو النصر يستعين بالسكرين لكن قرر اخترق، بيسلم على طول لزياد عشماوي اللي وصل لكن في خطا شخصي على محمود وليد من النادي الاهلي، واحد من ناشئي النادي الاهلي المصعدين. سبستيتيوشن او تغيير، محمود وليد يخرج ينزل عمرو الجندي من النادي الاهلي، يخرج مازن عزازي وينزل ابراهيم خالد من نادي سموحه. رميتين او تو شوتس، زياد عشماوي والفري ثرو الاولى ينجح في التسجيل، يدي الفرق الى نقطه 12 الاهلي 11 سموحه. وادي الرمي الحره الثانيه والفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل يجيب التعادل معاها 12-12. ضغط النادي سموحه من اول الملعب 1-2 1-1. بريس فول كورت، ايهاب امين يسلم لابو النصر، ابو النصر البوب مره ثانيه، ايهاب لمايكل تومسون، مايكل لعمرو الجندي، عمرو واختراقاته من الشمال لايهاب امين على 3 بوينت اوبن شوت ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاها عمر طارق لكن تخبط في ايده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. بودي او عبد الرحمن سمير رقم 2 من نادي سموحه، عدى ويسلم لديلا، ديلا لابراهيم خالد، ابراهيم زياد عشماوي لابراهيم مره ثانيه سكرينات، عدى ابراهيم خالد ميديا بشوت شوت ما بينجحش في التسجيل، تراي على الباسكت كده كمان مره لكن إيهاب امين يخلص الحوار كله ويبدا الهجمه ويطلع، والمايكل تومسون اللي يقف ويستنى السكرين يطلبه من عمر طارق، عمل سكرين فعلا عدى والبيك اند رول سلم للجندي، الجندي لسه فاضل 10 ثواني على الهجمه، وادي ابو النصر على 3 بوينت ينجح في التسجيل، ثلاث نقاط ثلاث ثلاثيات للنادي الاهلي في احداث هذا الكوارتر. ديلا من سموحه 15-12 دقيقتين 55 ثانيه، ديلا ومعاه عمر طارق قطع له لكن ما شافهاش، وتراي على الباسكت من إيهاب امين في الفص بريك وينجح فيه انه ياخد خطا شخصي برميتين حرتين، فاول على اللاعب جونز رقم 22 وتو شوتس لإيهاب امين. عمر عزب مكان ابو النصر وبيدو او عبد الله ناصر بدال عمر طارق، خرج عبد الفضيل من نادي سموحه ونزل مكانه احمد تريباس رقم 25، وخرج ايضا مازن عزازي وهقول لكم نزل مين مكانه. البوبو اول فري ثرو ينجح في التسجيل
والرمية الحرة التانية إيهاب أمين ما بينجحش في التسجيل. على طول يلم على طول تريباس، أحمد تريباس لإبراهيم خالد، أو عفوا جازو، جازو اللي نزل دلوقتي. إبراهيم خالد، إبراهيم عايز يعمل واحد على واحد ويوصل وسلم لجازو وينجح جازو في تسجيل نقطتين عشان يضيق الفرق إلى نقطتين 16 14 لصالح الأهلاوية. دقيقتين 24 ثانية على نهاية الكوارتر الأول. عمرو الجندي لعمر عزب، عمر مايكل تومسون سكرين من بيدو عدى البيك اند رول ما كملش، قطعله عمر الجندي، عمرو لكن هنا في خطأ شخصي على اللاعب رقم 6 زياد عشماوي. زياد عشماوي خطأ شخصي واوتسايد في آخر دقيقتين وثمان ثواني وتجديد زمن الهجمة إلى 14 ثانية. البوب إيهاب أمين عايز يلعب واحد على واحد، بلاي 1 ان 1 بيلف والفيداوي والشوط ونجح في تسجيل نقطتين. البوب إيهاب أمين تربص يبدأ الهجمة، يسلم لجازو لاعب نادي سموحة جونز والبيك اند رول تخبط في رجل مين بيموت عليها عبد الله ناصر وينجح في انه يعمل الستيل ويسلم على طول ايهاب امين لعمرو الجندي على 3 بوينت لكن ما بيرجعش في التسجيل. عبد الله ناصر بيحاول معاه تاني لكن زياد عشماوي يلم ويبدا الهجمه ويروح ويوصل ياخد خطا شخصي وفاول وتو شوتس لصالح. هنشوف بس الخطا على مين، على مايكل تومسون. مايكل تومسون خطا شخصي، خطا شخصي الاول. توتال اخطاء على النادي الاهلي 4، اما على نادي سموحه 2 وفي تغيير، جونز هيخرج من سموحه وينزل رؤوف صفواني. تو شوتس لزياد عشماوي ما نجحش في التسجيل الاولى. اربع محاولات لنادي سموحة في الفري ثرو نجح في تسجيل اثنين واخفق في اثنين ودي الخمسة نجح في تسجيلها. 18 15 لصالح الاهلي ودقيقة ونص بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مايكل لجندي، عمرو الجندي، عمر عزب، مايكل مرة ثانية سكرين مع عمرو الجندي. عمرو الجندي يشغل مركز اربعة في التوقيت الحالي، كروس اوفر سريع وحلو قوي لكن بلوك احلى من زياد عشماوي رقم 6 واوتسايد لصالح الاهلي. خرج زياد عشماوي ونزل مازن المصري رقم 32 وثلاث ثواني على انتهاء زمن الهجمه الاهلاويه. البوب بيهوش وميديم شوت ينجح مع البازر انه يسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي. 20-15 اخر دقيقة. مازن المصري لرؤوف صفواني، ابراهيم خالد وسكرين من مازن ليه تربس لابراهيم خالد مرة ثانية يقف ويشوط على الميديم شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. لكن هنا في فعلا خطأ شخصي هنا على جازو يرتكبه مع عمرو الجندي واوتسايد لصالح الاهلي. 43 ثانية على انتهاء احداث كوارتر الأول وأوتسايد أهلاوي، مايكل تومسون هيطلع الأوت لعمر عزب. مايكل ضغط نادي سموحة من الأول. مايكل تومسون سكرين من والبيك أند رول لكن ما كملش، وقع مايكل تومسون سلم الكرة الناحية التانية عمرو الجندي لعمر عزب اللي اخترق وسلم لبيدو لكن تتضع في السكة إيهاب أمين وآخر خمس ثواني في زمن الهجمة والفيداوي والميديم شوت لكن ما بيرجعش في التسجيل. تراي على الباسكت كده تاني او على الريباوند لكن الحكم قال ايه؟ جامب بول والحيازه لسموحه. اعتراضات على انها فاول. جامب بول خلاص الحكم قرر وتقول الكره او تصبح الكره اهلاويه. 20 15 18 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. اوتسايد اهلاوي. عمرو الجندي قطع حلو قوي لكن الفينش ما كانش حلو. جازو يلم يسلم لتريباس، عدى تريباس اخر 10 ثواني في زمن الكوارتر. تريباس عايز يلعب واحد على واحد، مازن المصري عمل له سكرين وقف وصل
استخدم اللوحة لكن ما نجحش في التسجيل ويرتكب معاه إيهاب أمين خطأ شخصي فاول أو بيدو عفوا عبد الله ناصر خطأ شخصي ورميتين لتريباس. أحمد تريباس ابن كابتن تريباس يعني كابتننا الكبير. تريباس على تنفيذ الرمية الحرة الأولى والفري ثرو الأول ينجح في التسجيل تريباس. والرمية الحرة الثانية أو الفري ثرو الثاني ما نجحش في التسجيل. يلم عمرو الجندي قبل ما تطلع أوت لكن هنا تأتي معها البازر وانتهاء أحداث الكوارتر الأول بتقدم الأهلي 20-16 على نادي سموحة. دقيقتين زمن الراحة ما بين الكوارتر الأول والثاني ونعود لحضراتكم نسمع بس تعليمات المديرين الفنيين ونرجع لحضراتكم مرة تانية. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين والحيازة التبادلية لنادي سموحة ورؤوس صفواني بيسلم لجازو لكن جازو بتراعي على الباسكت ما بتجيش على طول. تريباس بيشوت 3 بوينت ما بيرجعش في التسجيل. يلم على طول النادي الأهلي عن طريق بيدو ودي هجمة أهلاوية. أحمد مهيب واختراقات والكيك أوت على طول وادي 3 بوينت لكن في خطأ شخصي على مهيب. خطأ شخصي على أحمد مهيب. انتهى الكوارتر الأول وأحداثه بتقدم الأهلي 20-16 9 دقايق 30 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. تريباس ليه مازن المصري يسلم لإبراهيم خالد تروح الكرة رؤوف صفواني يحاول يعدي وباك بيفوت يسلم على طول لتريباس في الكيك أوت يلف ويرتكز ويسلم لجازو. ابراهيم صفواني بيحاول وتراي على الباسكت لكن بيدو يرتكب معاه خطا شخصي برميتين حرتين. عبد الله ناصر بيدو اسم الشهره وخطا شخصي. خطا الشخصي الثاني على عبد الله ناصر. ناشئ تحت 20 سنه تم تصعيده الموسم السابق مع كابتن اشرف توفيق وبيكمل المسيرة مع السنيور أوجستي جولبي بوش. وادي الرمية الحرة الأولى أو الفري ثرو الأولاني صفواني يسجل. والفري ثرو الثاني ما بينجحش في التسجيل. يلم عمر عزب على طول على الديفنسيف ريباوند ويسلم ويمسك الملعب هو ويعدي ويسلم للجندي. الجندي زون ديفنس النادي سموحه. عمر عزب على الثري بوينت الشوط ما بينجحش في التسجيل. يلم جازو على طول ويبدا الهجمه لتريباس. تريباس بيهايند باك حاول يخترق من البيز لاين من الميدل عفوا لكن توصل لجازو مره ثانيه لتريباس ويبدا الهجمه من اول وجديد. 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. مازن المصري حاول يخترق مع البيك اند رول ويروح ويستخدم اللوحه وينجح في تسجيل نقطتين. إبراهيم المصري يعدل النتيجة إلى فرق نقطة لصالح النادي الأهلي. مايكل تومسون يبدأ الهجمة. مايكل لمهيب. عمر عزب. مهيب مرة ثانية لإنسايد يرتكز عليه لكن هنا في خطأ شخصي على رؤوف صفواني لصالح أحمد مهيب. جدد مع زمن الهجمة إلى 14 ثانية. كابتن تامر يحيى وادي تغيير. توقع طبعا خرج بيدو ونزل عمر طارق. تلقى التحيه والاشاده. عمرو الجندي لعمر عزب. مايكل تومسون بنتريشن مايكل قطع له. عمر عزب خبطت في رجل جازو وتتجدد معاه الزمن الهجمه اوت سايد اهلاوي. خطأين على النادي الاهلي في احداث بدايه هذا الكوارتر وخطأ على نادي سموحه. عمر عزب يبدا الهجمه عن طريق مايكل تومسون. مايكل يسلم عمر طارق. مايكل واختراقات مايكل لكن ما بينجحش في التسجيل ويلم جازو على الديفنسيف ريباوند ويسلم لتريباس. تريباس عدى تريباس لجازو. تريباس مره ثانيه لابراهيم خالد يحاول يقطع عمر عزب لكن اوتسايد على نادي الاهلي. اولى المشاركات ليه يوسف معداوي
بدل من عمر عزب، وعمر زهران بدلا من مايكل تومسون. يوسف معداوي كان في إعارة، خرج إعارة لنادي طنطا وقام باستخدامه جوست بوش، وادي ثلاث نقاط لجازو على الثري بوينت. تقدم لصالح نادي سموحه 22-20، نقطتين او 2 بوينت فرق لصالح نادي سموحه. مهيب لقى الطريق فاضي، حاول يوصل، قطع له عمرو الجندي، لكن ارتكب معاه جازو خطا شخصي لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، جازو الخطا الشخصي الثاني، اعتقد هيتم تغييره. واحد من الكي بلاير لفريق نادي سموحه، مهيب لعمر عزب، زون ديفنس نادي سموحه، مع الداوي لعمر زهران ابناء النادي الاهلي وناشئينه. عمر عزب راح، لكن تراي مش احسن حاجه، يسلم على طول ابراهيم خالد، عدى وصل سلم لجازو، لكن في خطا شخصي على عمر عزب رقم ثلاثه، او عفوا على احمد مهيب رقم اربعه، واوت سايد لصالح نادي سموحه. زياد عشماوي نازل، هيخرج زي ما قلت لحضراتكم، هيخرج جازو. اثنين فاول، واحد من عناصر اللي بيعتمد عليها كوتش فادي هاني، واوت سايد لصالح سموحه. رؤوف صفوان يسلم للمصري لزياد عشماوي، قطع له تريباس، عكيك اوت لرؤوف، رؤوف بيحاول بيوصل، ما بينجحش في التسجيل، يلم عمر طارق ويطلع فص بريك، لكن تريباس يعمل الستيل في السكه ويشوت 3 بوينت، لكن دي بنقطتين فقط، دايس على اللاين طبقا لاشاره الحكم. 25 او عفوا 24 20، 6 دقائق 40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. عمر عزب سكرينات ليوسف معداوي، عمر عزب مره ثانيه صعد الكوره ونزلها لعمر طارق، لكن المصري مازن المصري يرتكب معاه خطأ شخصي على مازن المصري. في تغيير هيحصل دلوقتي، بيدو او عبد الله ناصر هيغير مكان عمر طارق، لكن عمر طارق على تنفيذ الرميتين الحرتين والفري ثرو ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. رميات من ذهب. وادي الرميه الحره الثانيه، ينجح في التسجيل، ودي غير على طول، عمر طارق يخرج وينزل مكانه عبد الله ناصر. عمر طارق لم يرتكب اي اخطاء شخصيه. هنا الروتيشن اللي بيحصل بيعمله السنيرو جوسي. وادي ابراهيم خالد يسلم لمازن المصري، لسه مع الكوره، يسلم لجونز، جونز يعدي بالسكرين، يحاول يقلب الملعب الناحيه الثانيه على طول لزياد عشماوي، لسه الكوره مع زياد لتريباس ويعمل السيل عبد الله ويسلم حلو قوي لعمر عزب، وعلى الفص بريك عمرو زهران بيوصل، لكن ما بينجحش في التسجيل وياخد خطا شخصي وفاول على جونز رقم 22 من سموحه. رميتين تو شوتس لعمرو زهران. جونز والخطأ الشخصي الأول، وديلا ينزل، يخرج مازن المصري من سموحة. تو شوتس لعمرو زهران، ما بينجحش في تسجيل رمي الحرة. لاعب النادي الأهلي خمس رميات حرة على مدار الكوارتر الأول حتى هذه اللحظات، نجح في تسجيل اثنين ودي الثالثة، ست رميات بنسبة 50%. أما نادي سموحة تسع رميات نجح في تسجيل خمسة، نسبة تقريبا 55 أو 60%. أحمد تريباس لإبراهيم خالد، جونز حاول يقطع منه عمرو زهران، يطلع جونز لإبراهيم خالد على 3 بوينت الشوط وينجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي سموحة. عمر عزب زون ديفنس مازال سموحه، عمر عزب بساط مع عمرو زهران، سكرين من المعداوي
لمهيب، مهيب وفيك حلو قوي، لكن جونز يرتكب معاه خطأ شخصي وأوتسايد لصالح نادي الأهلي. تو شوتس، عفوا تو شوتس، أحمد مهيب ما بينجحش في التسجيل. وان شوت أحمد مهيب 27-22، خمس دقايق 25 ثانية وينجح في التسجيل أحمد مهيب. واحدة واحدة، ما زلنا عند نسبة 50% في الرميات الحرة. تريباس لزياد عشماوي، زياد من تمان النادي الأهلي، جونز يبحث عن الثلاثية، عايز يشم نفسه بس. ديلا وادي 3 بوينت جونز، شوط ما بينجحش في التسجيل، معمول على دفاع قوي من عمرو زهران، يلم بيده على طول وبيسلم ويبدا الهجمه ليوسف المعداوي والكيك اوت لعمرو عمر عزب. مهيب لسه عمر عزب، ما زال زون ديفنس، زون ديفنس نادي سموحه، ويعلق لمعداوي لكن في السكه ابراهيم خالد يعمل ستيل ويسلم لزياد عشماوي 1 ان 1 ويروح، لكن بيدو يعمل بلوك ولا اروع، روعه البلوك يا بيدو. مهيب وعلى 3 بوينت شوت، مهيب ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول يوسف المعداوي يسلم لعمر عزب يهدى ويبدا الهجمه من اول وجديد للمعداوي، يوسف المعداوي على 3 بوينت اوبن شوت وينجح في تسجيل ثلاث نقاط، يدعي الفرق الى نقطه واحده يوسف المعداوي. 26-27، اربع دقائق 15 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. ديلا لابراهيم، ابراهيم خالد لزياد عشماوي وتراي على الباسكت ما بيجيش، ديلا يلم على السكند شوت والسيمي هوك ما بينجحش تسجيل، بيدو نجم الدفاع والريباوند ينجح في انه ياخد الديفنسيف ريباوند، سلم لعمرو زهران على الاوبن شوت من الزيرو لاحمد مهيب، احمد مهيب، احمد مهيب، هارد لك يا مهيب، 3 بوينت لمهيب، لكن يلم ديلا من سموحه لابراهيم خالد، ابراهيم عايز يرد بال 3 بوينت يوسع الفرق، ينجح فعلا في تسجيل ثلاث نقاط يوسع الفرق الى اربع نقاط. عمر عزب 30-26، مع الداوي تتخطف منه ويعمل الستيل على طول ابراهيم خالد ويطلع الفاست بريك ليه زياد عشماوي، يسلم لجونز ودانك جونز، دانك الجونز يوسع الفرق الى ست نقاط، وتغيير في صفوف سموحه، بيدو يخرج ينزل عمر طارق، يخرج عمر عزب وينزل مايكل تومسون. لكن لا تغييرات حتى هذه اللحظات، يمكن في تغيير واحد في سموحه، بودي او عبد الرحمن سمير نزل دلوقتي مكان زياد عشماوي رقم 6، وادي مايكل تومسون ليه مع الداوي وسكرينات، اهلي محتاج التركيز في الفينش. وادي المعداوي على 3 بوينت الثانيه ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول تريباس ويسلم لابراهيم خالد، جونز بيحاول يطلع كيك اوت لابراهيم خالد على 3 بوينت المره الثانيه لكن ما بينجحش في التسجيل، عمر طارق يلم على طول على الديفنسيف ريباوند، سلم لمايكل تومسون، مايكل نزلت الكره مع مايكل، دقيقتين 45 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. عمرو زهران عايز يدي الكره للانسايد لكن ديلا او عبد الفضيل يرتكب معاه خطا شخصي و رميتين حرتين او تو شوتس ل عمر طارق، اول خطا على عبد الفضيل. عمر طارق ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. عمر طارق وينجح ايضا في تسجيل رمي الحره الثانيه، ده الفرق الى اربع نقاط. خرج تريباس ونزل رؤوف صفواني من نادي سموحه، ضغط النادي الاهلي من الاول، جونز مع على طول اعرف كده وانت مغمض على طول، عمرو زهران مش هيسيبه ده التاسك بتاعه، ديلا جونز بياخد الفيد اواي، عفوا الهاند اوف
مش مدينه مساحة. ابراهيم خالد وصل وبلوك حلو على اروع من عمر طارق. بلوك رائع، روعة الروعة من عمر طارق. اوتسايد لصالح نادي سموحة وثمان ثواني على انتهاء زمن الهجمة. تايم اوت يطلبوا على طول كوتش فادي هاني. نروح نسمع تعليمات التايم اوت ونشوف ايه اللي هيتقال في الدقيقة دي ونرجع لحضراتكم سريعا. سريعا كده هقول لحضراتكم على طول يعني بعض الاحصائيات السريعه في احداث الكوارتر الاول والثاني. الاهلي تراي على الباسكت خمس محاولات على 3 بوينت، نجح في تسجيل ثلاثه، سموحه ثلاث محاولات على 3 بوينت لم يسجل ولا واحده. اما النادي الاهلي في الكوارتر هذا خمس محاولات على 3 بوينت، نجح في تسجيل واحده عن طريق يوسف المعداوي. اما نادي سموحه ثلاث محاولات على 3 بوينت، نجح في تسجيل اثنين. في الكوارتر الاول محاولتين للنادي الاهلي على الفري ثرو او على الفاول شوتين، نجح في تسجيل واحده واخفق في الثانيه. اما نادي سموحه سبع محاولات، نجح في تسجيل اربعه. اما في احداث الكوارتر الثاني فالنادي الاهلي ثمان محاولات على الفري ثرو، نجح في تسجيل خمسه. اما نادي سموحه محاولتين فقط على الفري ثرو، نجح في تسجيل محاوله واحده. 32 سموحه 28 الاهلي، دقيقتين 24 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. خمس اخطاء شخصية توتال على نادي سموحة، ثلاث اخطاء شخصية فقط توتال على النادي الاهلي. تايم اوت انتهى. خماسي الاهلي عمرو الجندي، عمرو زهران ابو النصر، مايكل تومسون وعمر طارق. اما خماسي نادي سموحة رؤوف صفواني، ديلا، ابراهيم خالد، بودي او عبد الرحمن سمير، وجونز المحترف الامريكي. 8 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. جونز هيطلع الاوت، بيسلم لابراهيم خالد من تمن النادي الاهلي بضغط. جونز معاه عمرو زهران، وصل ميديم شوت، ينجح في تسجيل نقطتين. عمرو او جونز المحترف الامريكي. 34 28 اخر دقيقتين و10 ثواني لسه. نادي سموحة على الزون ديفنس، عمر طارق تحت الباسكت بيلف ويرتكز ويستخدم المربع وينجح في تسجيل نقطتين لعمر طارق. ده الفرق الى اربع نقاط. رؤوف صفواني سلم لجونز، معاه عمرو زهران بيعدي منه، عايز تعمل له سكرين مره ثانيه ويقف على الميديا بشوت وما بينجحش في التسجيل. يلم على طول ابو النصر مع الديفنسيف ريباوند. ابو النصر بيدور على يعدي قبل الثمان ثواني، عدى، اهدى بقى، سلم للجندي. الجندي سلم ليه؟ عمرو زهران الانسايد مره ثانيه، الانسايد عمرو زهران بيشوط وينجح في تسجيل نقطتين، يدعي الفرق الى نقطتين لصالح نادي سموحه. دقيقة 23 ثانية، 32 الأهلي 34 سموحة. جونز لكن بيعمل ستيل حلو قوي، مايكل تومسون، وعلى طول أسست ولا أروع من خارج الملعب لعمرو الجندي بنقطتين كمان لصالح النادي الأهلي، يدرك معهم التعادل على طول. جونز يبدأ الهجمة، ديلا يعمل له سكرين، يطلع كيك أوت لصفواني أو بودي عفوا، ديلا لإبراهيم خالد السكرين مرة ثانية، يحاول يلعب واحد على واحد، يوصل لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول ابو النصر بفدائيه شديده، يوصل ابو النصر، يسلم للجندي الانسايد دلوقتي. الجندي ميديا شوت، ينجح في تسجيل نقطتين وتقدم النادي الاهلي 36 34. 40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ديلا عبد الفضيل لرؤوف، عدى بالسكرين، سلم للجونز، معاه عمرو زهران بسكرين مره ثانيه لكن عمل خداع المره دي وعدى وشوط لكن ما بينجحش في التسجيل. على طول يلم عمرو الجندي، عدي ديفنسيف ريباوند، عايز يعدي، عدى. اخر 15 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. عمرو الجندي هيفتح الملعب، هيلعب واحد على واحد، جاله السكرين من عمر طارق. عمرو عايز يعلق، وصل لكن ما بينجحش في التسجيل، لسه الكره مع عمرو بيزقها كده
لكن تروح لأطراف صفوان يسلم على طول وتأتي معها صفرة انتهاء أحداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الأهلي 36-34. شوط أول وثاني وعودة مرة أخرى للنادي الأهلي إلى المباراة. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في أحداث الفترة الثالثة أو الكوارتر الثالث. لكم مني جزيل الشكر، الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيفه العزيز الكابتن سرعوة، إليكم الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيفه العزيز الكابتن محمد سلعاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين متابعي ومحبي وعشاق كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم من قناة النادي الاهلي وصالة الامير عبد الله الفيصل، ونقل احداث الفترة الثالثة والكوارتر الثالث لمباراة الاهلي وسموحة في الجولة ال13 لدوري المحترفين المصري او السوبر المصري في الراوند الثاني. الحازه اهلاويه ومايكل تومسون يبدا الهجمه، وهقول لكم على خماسي نادي الاهلي وخماسي نادي سموحه. ما زال نادي سموحه في دفاعه المستمر بالزون ديفنس، وادي عمرو زهران اللي بيدوس على اللاين وبيطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. خماسي الاهلي مايكل تومسون، عمرو زهران، البوبي هاب امين، البيج او عمر طارق وعمرو الجندي. اما خماسي نادي سموحه ابراهيم خالد، جونز وديلا عبد الفضيل وبودي عبد الرحمن سمير وزياد عشماوي. وادي تراي على الباسكت كده، لكن الديفنسيف ريباوند على طول لايهاب امين، لكن تخبط في رجله وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحة. أوتسايد لنادي سموحة. فكر حضراتكم بالنتيجة 36 الأهلي 34 نادي سموحة. الكوارتر الأول انتهى بفرق 4 نقاط لصالح النادي الأهلي 20-16. لازلنا مع توقف الجدال على هل هي لمسة كرة إيهاب أمين، وإيهاب أمين سايبها على السنة، خبطت في لعب نادي سموحة. ابراهيم خالد ويقطع كده ويسلم لزياد عشماوي، زياد بيطلع لجونز، جونز لزياد عشماوي مره ثانيه اللي بيلف ويرتكز ويوصل وينجح في تسجيل اولى نقاط الكوارتر الثالث. مايكل تومسون، مايكل يبدا الهجمه والتعادل في بدايه احداث الكوارتر الثالث. ما زال زون ديفنس، سكرين والكيك اوت مره ثانيه لعمرو الجندي، عمرو زهران اللي بيحاول يخترق وبيسلم للبوب على الثري بوينت اوبن شوت، لكن ما بيجاش في التسجيل. يلم على طول ابراهيم خالد من سموحه، ابراهيم يسلم لديلا، ديلا بيسلم لبودي او عبد الرحمن سمير، بودي يسلم لديلا بعد البحث عن جونز، جونز واختراقاته من البيس لاين ويوصل لكن ما بيرجعش في تسجيل. دفاع قوي من ايهاب امين اللي بيلم ديفنسيف ريباوند ويطلع كيك اوت لعمرو الجندي، عمرو قرر يخترق ووصل ما نجحش، هارد لك ما نجحش في تسجيل نقطتين. فص بريك سريع لابراهيم خالد من بصل جونز، ينجح في تسجيل نقطتين ويوسع الفرق الى 4 نقاط. ايهاب امين يبدا الهجمه ويعدي قبل الـ8 ثواني. ايهاب ليه عمرو زهران، زون ديفنس ما زال نادي سموحه. عمر طارق يلف ويرتكز يطلع كيك اوت لمايكل تومسون، مايكل على البنتريشن ما بينجحش في تسجيل، يحاول يخطب مره ثانيه لكن عبد الفضيل سيطر عليها ويسلم لبودي او عبد الرحمن سمير. عبد الرحمن سمير يعدي بالملعب من تمن النادي الاهلي. ابراهيم خالد دفاع قوي من عمرو الجندي،
وادي البيكندرول مع جونز الديلا، لكن اوتسايد يقطع كده في السكة عمرو زهران، واوتسايد لصالح نادي سموحة. 7 ثواني على انتهاء زمن الهجمة، 7 دقائق 44 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الثالث. اوتسايد لسموحة او الموج الازرق كما يحب ان يطلق عليه كل نادي وليه لقبه. النادي الاهلي هو المارد الاحمر عملاق افريقيا. ابراهيم خالد، نرجع للمباراة، والشوت ابراهيم خالد على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول عمر طارق على الديفنسيف ريباوند، يسلم لمايكل تومسون، مايكل وسكرين يلا عمر طارق مرة ثانية. عمرو الجندي طلب السكرين من عمر طارق، لسه عمرو الجندي وسكرين مرة ثانية، حاول اخترق يطلع كيك اوت ل 3 بوينت لمايكل تومسون. مايكل على 3 نقاط لمايكل تومسون، يس ده الفارق او عفوا يجعل نتيجة تقدم الاهلي بفارق نقطة وحيدة، 1 بوينت للنادي الاهلي. ديلا أول مرة يشوط ديلا، لكن اير بول هوائية تطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون، مايكل عدى مايكل ليه عمر طارق، ايهاب امين، مايكل ليه عمرو الجندي على 3 بوينت اوبن شوت ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران بيحاول معاها لكن تروح لجونز على طول على الديفنسيف ريباوند. فاست بريك لبودي، عبد الرحمن سمير ينجح في تسجيل نقطتين يجعل المقدمه للموج الازرق، نادي سموحه بفارق نقطه. عمرو زهران لمايكل تومسون مره ثانيه، يبحث عن الانسايد وعمر طارق. عمر طارق بيقول له اطلع بره، عمرو الجندي بيقول له اطلع بره قبل الثلاث ثواني، قبل ما يتحسب عليك 3 سكند. عمر طارق، مايكل بيعمل سكرين، وادي اخر 4 ثواني في زمن الهجمه، بيشوط عمرو زهران لكن عمرو الجندي بيلم على الاوفنسيف ريباوند وينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. 41 40 لصالح الاهلاويه. المارد الاحمر امام الموج الازرق. ابراهيم يطلع لبودي او عبد الرحمن سمير اللي ديلا تحت الباسكت، بيحاول يلعب 1 اون 1 وبيلف لكن بلوك حلو ولا اروع، دفاع قوي من عمر طارق ينجح فيه انه يطلع كرة اوت سايد لصالح نادي سموحه، وست ثواني على انتهاء زمن الهجمه. اوت سايد لسموحه، زياد عشماوي حاول يعدي تخبط الكره في ايد عمرو الجندي وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سموحه. 3 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. هجمة سموحة يتبقى لها يعني 3 ثواني على شوطة طبعا لجونز اللي بيقف ويشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، والديفنسيف ريباوند على طول عند ايهاب امين. البوب بيجري هيستنى ولا هيعمل ايه؟ قلب الملعب الناحية التانية على طول، بصات سريعة تنتهي عند عمرو الجندي. مايكل تومسون مرة تانية تحت الباسكت بلاي 1 ان 1 تخبط في ايد ديلا وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد للاهلي، مايكل تومسون هيطلع الاوت، 13 ثانية على زمن الهجمة، دفاعات نادي سموحة، وادي هنا خطأ شخصي على عبد الرحمن سمير بودي، واوتسايد أو عفوا تو شوتس لصالح عبد الرحمن سمير. رميتين أو تو شوتس لعبد الرحمن سمير، 5 دقائق 35 ثانية تقدم الأهلي ب 41 40، وأفكر حضراتكم بنتيجة اللقاء الأول، هقول لكم حضراتكم على طول دلوقتي حالا. هو فوز النادي الاهلي في سموحه، لكن خلينا مع المباراه. وادي عمرو الجندي واولى الرميات الحره او الفري ثرو ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. عمرو الجندي، عمرو شريف الجندي ابن كابتن شريف الجندي كابتن نادي الجزيره ومنتخب مصر، تحياتي اليك يا كابتن شريف. وادي الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل عمرو الجندي. جونز يبدا الهجمه من سموحه، دفاع قوي من مايكل تومسون على عبد الرحمن بودي. وادي التاسك دلوقتي او المهمه دلوقتي لتولي رقابة جونز لإيهاب أمين، لكن يا جونز يفلت وينجح في تسجيل نقطتين، وخطأ شخصي على الاعتراض هنا بقى عشان السادة المشاهدين اللي شايفين إيه الاعتراض ده سببه إيه، هو إن مايكل أو جونز واخد خطوة زيادة، لكن خلاص الحكام اتفقوا على إنها فاول وأند وان لجونز. ينجح في تسجيل الوان مور
جونز ويدرك معها التعادل 43-43 خمس دقائق 20 ثانية على انتهاء أحداث الكورتر الثالث. عمرو الجندي لإيهاب أمين، لسه زون ديفنس نادي سموحة. وادي بنتريشن ودرايف حلو قوي لعمر زهران ينجح في تسجيل نقطتين، لكن الاسيست روعه من مايكل تومسون. ديلا عدى ديلا قبل الثمان ثواني لابراهيم خالد، عاوز يقطع عمل له سكرين ابراهيم خالد، عدى على الدرايف مستني ديلا يقطع له جونز، والتاسك هنا المره دي تولي الرقابه لعمر زهران. جونز بيلف ويرتكز لديلا، حاول يشوط لكن معاه دفاع قوم النادي الاهلي، وجونز في الثانيه ومع البزر الاخير يلحق الكره وينجح في تسجيل نقطتين في وسط غياب تام من دفاعات النادي الاهلي. لسه الكره مع الاهلي، مايكل تومسون لعمر زهران، لمايكل تومسون مره ثانيه، مايكل اللي جرب حظه على 3 بوينت وينجح في تسجيل ثلاث نقاط. مايكل تومسون اربع محاولات للنادي الاهلي في 3 بوينت في احداث هذا الكوارتر بنسبه نجاح 50%، 2 ان و2 اوت. ديلا لكن هنا في ايه؟ في اوفنسيف فاول على عبد الرحمن سمير رقم 6 رقم 2 واوت سايد لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف سموحه وصفوف الاهلي، بيدو ينزل عبد الله ناصر مكان عمر طارق، وعمرو زهران يخرج وينزل مكانه ابو النصر. خرج ديلا وابراهيم خالد ونزل مكانهم تريباس رقم 25 وزياد عشماوي رقم او عفوا جازو رقم 5. هجمه اهلاويه 48-45 اخر اربع دقائق في احداث الكوارتر الثالث. ياب امين وسكرين من عبد الله ناصر او بيدو، يلف ويسلم لمايكل تومسون اللي من بعيد ينجح في تسجيل، يعمل درايف روعه وبنتريشن اروع ويسجل نقطتين من بعيد، نقطتين كمان لمايكل تومسون. عبد الرحمن سمير عبودي مع دفاع قوم النادي الاهلي عن طريق مايكل تومسون، لكن مايكل تومسون في الاخير يرتكب خطا شخصي ورميتين، لا مش رميتين، حرتين اوتسايد لصالح سموح. رميتين حرتين، قرار الحكم الرميتين حرتين. اعتراضات بس هو يعني انا في مداوله دلوقتي، خلينا في المداوله ما نسبقش الاحداث. في كلام ما بين الكابتن وائل ابراهيم والكابتن محمد ابراهيم، هنشوف قال ايه. تو شوتس، لكن انا شايف ان هو ما خدش الاكشن الاولانيه، لكن عامه خلاص قرار الحكم واحترم، لازم احترام قضاة الملعب. السنيور اوجوستي بيقول له هو باص الكرة، لكن خلينا في الملعب. عبد الرحمن سمير نجح في تسجيل الفري ثرو الاول، ونجح ايضا في تسجيل الفري ثرو الثاني. محاولتين للاهلي ومحاولتين لسموحه على الفري ثرو، نجحوا في تسجيل الاثنين. عمرو الجندي، عمرو لمايكل تومسون، مايكل بصات سريعه تنتهي عند البوب وبنتريشن درايف حلو قوي، لكن الكيك اوت على طول لمايكل تومسون في اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، ومايكل تومسون على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول على السكند شوت عمرو الجندي ويحصل على خطا شخصي على الرقم 25 احمد تريباس، واوت سايد اهلاوي. ابو النصر لتومسون، لكن هنا في ايه؟ خطا فني على السنيور اوجوستي بوش برميه وحيازه لصالح نادي سموحه. يعني واجه الاعتراض من السنيور اوجوستي ان الفاول اللي اتعمل مع بودي سمير، يعني انا بس مش ما فيش مينيتور فانا مش شايف الاعداد، بس احكي لكم كده سريعا. عبد الرحمن سمير دخل بنتريشن، فحسب الخطا شخصي لعبد الرحمن سمير برميتين حرتين. واجه اعتراض السنيور اوجوستي بوش ان هو كان بيطلع الباصه، فازاي ان هو ياخد تو شوتس؟ هو ده كان وجه الاعتراض، وكان بيتحدث مع وائل كابتن وائل ابراهيم، واعتراضه نتج عنه تكنيكال فاول رميه وحيازه نجح في تسجيلها جونز. نرجع للمباراه مره ثانيه. ايهاب امين سكرين من عمرو الجندي، بنتريشن ودرايف سريعه لايهاب امين ينجح في تسجيل نقطتين. ايهاب امين
نقطتين كمان للنادي الاهلي وسع الفارق 48 السموحه 52 النادي الاهلي 4 نقاط صالح النادي الاهلي. جونز مع المره دي ابو النصر يقف ويرتكز والباك لياب لكن ما بينجحش في تسجيل على السكند شوت مره ثانيه يطلع كيك اوت لتريبس تريبس يحاول يطلع الكيك اوت لزياد عشماوي يوصل لكن ما بينجحش في تسجيل مره ثانيه. هنا فين الريباوند الاهلاوي مش موجود وادي الشوطه من تريبس على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل يلم على طول ايهاب امين على الديفنسيف ريباوند يسلم لعمر الجندي عمرو يهدى ويسلم الملعب ليه مايكل تومسون لكن الحكم يوقف الملعب لان حذاء عمرو الجندي يعني اتفك كده من على رجليه فطبعا لسلامه اللاعب واللاعبين كابتن وائل ابراهيم قرر ايقاف الملعب لحين يعني ربط حذاء عمرو الجندي. اوتسايد اهلاوي و13 ثانيه على انتهاء زمن الهجمه لسه نادي سموحه زون ديفنس ودقيقتين 30 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثالث. ايهاب امين ودرايف ثاني ووصل ايهاب لحط ايهاب سجل ايهاب امين نقطتين 56 48 لصالح النادي الاهلي او 54 عفوا 54 48 جونز عايز يسلم لجازو تحت الباسكت لكن يطلع لعبد الرحمن سمير جازو يستلم فعلا تحت الباسكت طلع كيك اوت لتريبس تريبس ودرايف على طول ويوصل لكن ما بيرجعش في تسجيل عبد الله نصر على الديفنسيف ريباوند سلم على طول باصات سريعه والفاست بريك تنتهي عند ايهاب امين من الزيرو والبيز لاين ويشوط ما بيرجعش في تسجيل ديفنس اوفنسيف ريباوند البيدو ولا اروع ينجح معاها انه يحصل على خطا شخصي ورميتين حرتين تو شوتس خطا على جازو رقم 5 هنا اوتسايد 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 ماشي مايكل تومسون لعمرو الجندي ودرايف عمرو الجندي لكن جازو يعمل بلوك يلم تاني عمرو الجندي ويهوش ويستخدم اللوحه وينجح في تسجيل نقطتين عمرو الجندي يوسع الفارق الى 8 نقاط 48 56 اخر دقيقه او 30 ثانيه على انتهاء احداث كوارتر الثالث وادي بي جونز اختراق ودرايف لكن خطا شخصي طب نشوف قرار الحكم ايه قبل ما نتكلم في اي حاجه استدعاء كابتن وائل ابراهيم للكابتن تامر يحيى ومحمد ابراهيم والمشاوره فيها احداث اللعبه الماضيه يعني من خلال كده معرفتي بالاحداث هل بيدو لمس الحلقه او لمس البورد عشان كده الحلقه اتهزت فهو ده القرار ان هو نتج عنه ان هي كاونت يعني بيدو اللي هيقول اللي هيشوف اللعبه هيقول انها بعيده ازاي يحسبها ان هو ممكن عبد الله ناصر لمس البورد فاهتز معاه البورد او الباسكت نفسه فهنا اخل بمبدا ان هو التسجيل فحسبها وادي الوان مور جونز ينجح في تسجيلها يضيع الفارق الى 5 نقاط لصالح النادي الاهلي دقيقه 30 ثانيه ابو النصر وسكرين من عبد الله ناصر او بيدو سكرين مره ثانيه للكيك اوت لايهاب امين ايهاب ما زالت الكره مع ايهاب نسلم لبيدو بيدو لابو النصر اخر 5 ثواني في زمن الهجمه والحجله بتاعت ابو النصر درايف ما نجحش في التسجيل بيدو من اعلى نقطه ينجح في تسجيل نقطتين بيدو نقطتين كمان للنادي الاهلي وسع الفرق الى 7 نقاط اخر دقيقه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثالث جازو للجونز او عفوا لبودي عبد الرحمن سمير بودي لسه معاه كوره عايز يدور على جازو لكن سلم جونز في كيك اوت جونز يخترق ودرايف لكن هنا في ايه مخالفه الووكينج على جونز واوتسايد للاهلي 47 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث 58 الاهلي 51 سموحة مايكل تومسون مايكل لعمرو الجندي لتومسون مرة تانية سكرين مع بيدو يقف ويطلع كيك اوت لابو النصر على 3 بوينت اوبن شوت ينجح في تسجيل 3 نقاط ابو النصر اوبن شوت ولا اروع من محمد ابو النصر يوسع الفارق الى 10 نقاط اخر 20 ثانية في احداث الكوارتر الثالث جونز مع الهاند اوف مع جازو يسلم
زياد عشماوي جاهز تحت الباسكت يحاول يلعب لكن الستير روعه من ايهاب امين والفاست بريك يقف ايهاب ويشوت 3 بوينت ايهاب امين اون فاير ايهاب امين ثلاث نقاط كمان لايهاب امين ينجح في تسجيلهم وعدى مره ثانيه وطلع كيك اوت لابو النصر يختمها ابو النصر مع هارد لك ابو النصر تاتي معاها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث باداء ولا اروع من الاهلي والاهلاويه والقاده الفنيه للسنيور اوجوستي جول بيبوش يتين زمن الراحه نسمع فيهم تعليمات المدربين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه الثالث الانتفاضه الاهلاويه واداء ولا اروع ولا اجمل من القاده الفنيه لاوجوستي بوش ولاعبي النادي الاهلي وانتهت معاها النتيجه بتقدم الاهلي 64-51. الستارت لاين اب للنادي الاهلي ايهاب امين مايكل تومسون عمر عزب ابو النصر وبيدو او عبد الله ناصر اما الستارت لاين اب لنادي سموحه جونز وتريباس زياد عشماوي ابراهيم خالد ومازن المصري الحازه لسموحه جونز ويسلم للمصري لكن هنا في ايه؟ هنا في خطا شخصي على بيدو هنشوف اشاره كابتن بيدو فعلا لاعبي وجهاز الفني لنادي سموحه بيعترضوا قال ان بيدو هو دخل الباسكت في نفسه كابتن وائل ابراهيم قال لا لم يحتسب بيدو ثلاث اخطاء شخصيه او عبد الله ناصر ثلاث اخطاء شخصيه هل سيتم استدعاء عمرو الجندي او عمر طارق او يوسف المعداوي ده اللي هنشوفه دلوقتي ثلاث اخطاء شخصيه وابراهيم المصري او مازن المصري عفوا على تنفيذ الرميه الحره الاولى لم ينجح في التسجيل ما زالت النتيجه 64-51 وادي الرميه الحره الثانيه مازن المصري نجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. عمر عزب بوينت جارد نادي سموحة السابق وتاني المواجهات أمام فريقه السابق سموحة. يقلب نادي سموحة دفاعه من زون ديفنس إلى مان تو مان. وادي أبو النصر أون فاير ثلاثة بونت. ثلاث نقاط 3 بوينت لابو النصر كان اوبن شوت ينجح في تسجيلهم يوسع الفارق الى 15 نقطه 67-52 جونز من سموحه عدوا على الميديم شوت شوت لكن ما بنجحش التسجيل بيدو على الديفنسيف ريباوند يلم ويسلم للبوب ايهاب امين ايهاب امين ايهاب امين درايف ايهاب كيك اوت لكن ينجح فيه انه ياخذ خطا شخصي على اللاعب رقم 6 زياد عشماوي واوت سايد لصالح النادي الاهلي مايكل تومسون طلع لإيهاب أمين إيهاب حاول يلعب واحد على واحد والفيد أوي والشوط لكن ما نجحش في التسجيل يلم عمر عزب على السكند شوط على طول ويسلم لتومسون رجع تاني نادي سموحة للزون ديفنس قلب الملعب الناحية التانية لإيهاب أمين في البيز لاين على 3 بوينت وينجح فيه ثلاث نقاط كمان مرة ثلاث نقاط لصالح الأهلي والأهلاوية عن طريق إيهاب أمين 70-52 8 دقائق 40 ثانية على أحداث الكوارتر الرابع والمباراة جونز اخترق لف طلع لمازن المصري اللي بيلتكز وبيروح على الباسكت لكن خطأ شخصي على عمر عزب ورميتين حرتين أو تو شوتس لمازن المصري تو شوتس مازن المصري عمر عزب خطأ الشخص الأول ومازن المصري ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى أو الفري ثرو الأول نجح أيضا في الفري ثرو الثاني أربع محاولات حتى هذه اللحظات في الكوارتر الرابع لسموحة نجح في تسجيل ثلاثة لم يحظى النادي الأهلي بأي محاولات على الفري ثرو مايكل تومسون وضغط من اول الملعب قلب مان تو مان تاني كوتش فادي هاني وادي مايكل تومسون وسكرين من بيدو بيدو واحد من نجوم اللقاء لابو النصر قلب الملعب الناحيه الثانيه حلو قوي السكيب باس حلوه لايهاب امين على 3 بوينت لكن ما بيجيش في التسجيل يزقها تاني لبيدو ابو النصر يسلم لعمر عزب
عمر يهدى بالملعب، لابو النصر واحد من نجوم اللقاء. قطع حلو قوي 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 قوي، لكن فعلا قرار صحيح من الكابتن تامر يحيى، فعلا ووكن على عبد الله ناصر او بيدو، لكن الفكره حلوه من اولها والكات احلى من بيدو، لكن كانت ووك، لكن جود جوب ولعبه يعني اعتقد بعد كده هتتطور. تحرك بدون كره واحده من اساسيات اللعبه. وادي عبد الرحمن وعمل السيل حلو قوي، ابو النصر 3-1 للبوب ايهاب امين وعلع والفولو دانك. دانك بيدو صلح غلطته على طول من الووك اللي فولو دانك ولا اروع، بعد اسيست جميل وتعليقه حلوه من ايهاب امين اللي عمل السيل مره ثانيه وعدى بقى الفاصل بريك 5-1. وادي عمر عزب ما بينجحش في التسجيل، تروح في ايد جونز، لا تخبط في ايد عبد الله ناصر وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سموحه. 54 سموحه 72 الاهلي، 8 نقاط الاهلي سجلهم في احداث او دقيقتين ونص اللي فاتوا دول من احداث الكوارتر الرابع، اما نادي سموحه سجل 3 نقاط فقط. عمرو الجندي يخرج، او عفوا عمرو الجندي ينزل الملعب ويخرج مايكل تومسون. زياد عشماوي اعتقد بيعاني من شد، سلامات يا زياد، واحد من العناصر المبهره يعني، خرج من الملعب دلوقتي ونزل مكانه مازن عزازي. سلامات لزياد عشماوي. مازن عزازي بياخد السكرين من مازن المصري لابراهيم خالد، بيدور على الثري بوينت لكن قرر يعمل الدرايف، سلم من الناحيه الثانيه لجونز على الثري بوينت، ما بينجحش في التسجيل على السكند شوت على طول او ديفنسيف ريباوند ايهاب امين، لكن هنا في ايه؟ في ايهاب امين يعني الرباط اللي بيحمي او الواقي اللي بيحمي راسه من الاصابات بعد ما اتصاب في اخر اصابه هنا في هذا الملعب امام نادي الاتصالات يعني، فالحكم بيطمن على الواقي الخاص براسه. عمر عزب وارتكب معاه تريب باس خطا شخصي واوتسايد لصالح النادي الاهلي. بيدو يخرج وينزل الملعب يوسف معداوي، واحد من ناشئين النادي الاهلي خرج في اعاره الى نادي طنطا وطلبوا السنيور اوجستي بوش للرجوع لشغل مركز 4. عمرو الجندي الكيك اوت للبوب، ايهاب امين ودرايف يسلم للمعداوي، درايف من البيز لاين معداوي يوصل لكن ما بيجيش في التسجيل، وصراع على الكره انتهى عند مازن المصري وبساط سريعه تنتهي عند جونز. جونز بيعدي نص الملعب عايز يلعب 1-1 والدرايف ويوصل لكن خطا شخصي على محمد ابو النصر. خطا شخصي على محمد ابو النصر. جونز على تنفيذ الفري ثرو او الفاول شوتين ينجح في تسجيل رمية الحرة الأولى. وادي الفاول شوتين الثاني او الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. عمرو الجندي وسكرين من المعداوي، عمرو حاول يعمل درايف ووصل استخدم اللوحه ونجح وخد الاند وان، نجح في تسجيل 2 بوينت واند وان لصالح عمرو الجندي. النهارده في مباريات الاتحاد والجزيره، واحده من اقوى المباريات النهارده في الجولة 13، وسبورتن والزمالك ومصر للتأمين والاتصالات، دي برضو واحدة من المباريات القوية. وعمرو الجندي ينجح في تسجيل الفري ثرو الثانية أو الأند وان عفوا ويسجل نقطة لصالح النادي الأهلي. 75-56 لصالح الأهلي والأهلاوية. عزازي لإبراهيم خالد، مازن المصري لإبراهيم خالد مرة ثانية وعلى الثري بوينت وينجح في تسجيل 3 نقاط. إبراهيم خالد سجل 2 ثري بوينت محاولتين ليه قبل كده في احداث الفتره الاولى والثانيه. ايهاب امين مان تو مان
نادي سموحه سكرين، ايهاب على الدرايف يحاول يعدي لكن يلحق الكوره، وادي يوسف المعداوي لعمرو الجندي ودفاع قوي، ويوسف اخر ثانيتين لازم يشوط، شاط فعلا لكن قصيره، يلم جونز على طول على الديفنسيف ريباوند، يطلع بالهجمه والفاس بريك، يسلم لتريباس لكن داس على اللاين، ولما شاط ما بينجحش في التسجيل. ابراهيم خالد على السكند شوت ياخدها من ايد عمر عزب، جونز ما زال جونز مع الكوره مع عمرو الجندي، يتسلم لعزازي، عزازي بيهوش وبيعمل فيك، يسلم لقطع له تريباس، وتريباس رايح على الباسكت لكن اير بول، و24 ثانيه معاها، يلم على طول على الديفنسيف ريباوند، ايهاب امين، ايهاب يهدم ملعبه، يسلم لعمر عزب، خمس دقايق وانتصاف الكوارتر الرابع، 59 سموحه 75 الاهلي، عمر عزب، عمر والبيك اند رول مع يوسف معداوي بيغير جسمه بطريقه كويسه لكن الفينش كان قصير، يلم على طول ويقطع ايهاب امين، الستيل من ايهاب امين لكن الخطا الشخصي من مازن عزازي 77 واوت سايد لصالح الاهلي. تغيير ايهاب هيخرج وينزل مايكل تومسون، وهيخرج عمرو الجندي وينزل عبد الله بيدو او عبد الله ناصر. ان شاء الله يوم الجمعه الاهلي هيقابل الاتحاد باذن الله في صاله الشاطبي بالاسكندريه، وده هيبقى الجوله ال 14 في الراوند الثاني، وبعد كده هيتم ايقاف المباريات، توقف الدوري ان شاء الله، نبدا سيستم الدوري، الاول يقابل الثامن، الثاني يقابل السابع، الثالث يقابل السادس، الرابع يقابل الخامس. وادي عمر عزب من على الثري بوينت من بعيد لكن ما بينجحش في تسجيل، ابراهيم خالد على طول يلم يسلم لجونز على الفص بريك يوصل لكن خطا شخصي على عمر عزب، برميتين حرتين لصالح نادي سموحه. هتبقى المباريات ان شاء الله اكمل حضراتكم، تبقى بيست اوف 3 وبعد كده الفائز يتقابل في السيمي فاينل ومنها الى الفاينل. خرج عمر عزب ونزل عمرو زهران، تو شوتس لجونز، ان شاء الله النادي الاهلي يعني ان شاء الله يتوج ببطوله الدوري هذا الموسم باذن الله. جونز على تنفيذ رميتين او الفاول شوتنج، ينجح في تسجيل الفاول شوت الاول، وادي الفاول شوت الثاني، جونز ينجح نسبته 100% لغايه دلوقتي، ده الفرق الى 14 نقطه. مايكل تومسون ومعاه تريباس، مايكل لكن خطا شخصي على تريباس، واوت سايد او تو شوتس، تو شوتس صح، تو شوتس ارتكاب النادي الاهلي ونادي سموحه اكتر من اربع اخطاء شخصيه. تريباس الفاول الثالث، مايكل تومسون على الفري ثرو، مايكل ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول، 61-76 الاهلي، 4 دقائق 23 ثانيه. وادي الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في تسجيل، زي ما قلت لحضراتكم اخر الجولات هتبقى يوم الجمعه اللي جايه مع نادي الاتحاد. وادي تروي لجونز على الباسكت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول على الديفنسيف ريباوند، عمرو زهران يسلم ليه، هنا دبل دريبل ووكن على عمرو زهران، يعتذر وتايم اوت يطلبه كوتش فادي هاني لايقاف تفوق الاهلي بعد تقدمه بفارق 16 نقطه. ان شاء الله انا واحد من الناس يعني من متابعين ومن جماهير كره القدم المصريه بتمنى ان شاء الله الفوز لمنتخبنا القومي امام كوت ديفوار يوم الاربعاء باذن الله، والصعود الى دور الثمانيه ان شاء الله، بالتوفيق لمنتخبنا المصري وايضا بالتوفيق للنادي الاهلي في كره السله بالمباريات القادمه والفوز والتتويج باذن الله كما عودنا دائما وابدا. فكر حضراتكم النادي الاهلي بدا وافتتح بطولاته هذا الموسم ببطوله القاهره ثم اعقبها على طول بطوله البطوله العربيه لاول مره في تاريخه، ثم اعقبها بعد ذلك دوري المرتبط بعد نهائي قوي ومثير مع فريق الاتحاد السكندري، والان يبحث عن كاس مصر وطبعا البطوله المفضله
الدوري الممتاز. انتهى التايم اوت. الخماسي الاهلي عمرو زهران، يوسف معداوي، ابو النصر، مايكل تومسون، وبيدو عبد الله ناصر. عبد الله ناصر ثلاث اخطاء شخصيه، ابو النصر ايضا ثلاث اخطاء شخصيه، عمرو زهران لم يرتكب اي اخطاء شخصيه، مايكل تومسون خطأين شخصيين، ويوسف معداوي خطا وحيد. اما خماسي سموحه، جونز، وتريباس، وديلا، مازن مصري، وابراهيم خالد. جونز لمازن، يلعب واحد على واحد ومستني الكات، يسلم لابراهيم خالد على الثري بوينت لكن ما بيرجعش في التسجيل. الريباوند هنا يروح على طول لتريباس، لديلا، لابراهيم خالد، بيهوش ويعدي ودرايف ويوصل لكن ما بيرجعش في التسجيل. على طول ديفنسيف ريباوند روعه من عبد الله ناصر لكن اتاخر في الباص، اتقطع في السكه من تريباس وبتطلع اوتسايد لصالح. لمست طبقا لاشاره الحكم، لمست عبد الله ناصر وطلعت اوتسايد. لاست تاتش كما يقول الحكم. جونز لتريباس، احمد تريباس، لابراهيم خالد، من تمن النادي الاهلي، لجونز على 3 بوينت اوبن شوت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ابو النصر، فص بريك 3 على 1، يوصل ابو النصر، نجح في تسجيل نقطتين. محمد ابو النصر واحد من نجوم هذا اللقاء. تريباس لابراهيم خالد، سلم لمازن المصري، لديلا او عفضيل، عايز يعمل هاند اوف مع جونز لكن رقابه لصيقه او جود ديفنس من عمرو زهران، وادي ابراهيم خالد يبحث عن الثلاثيه الرابعه ليه لكن ما بيرجعش في التسجيل. يلم على طول بيدو من اعلى نقطه، يسلم لمايكل تومسون، لبيدو مره ثانيه، عبد الله ناصر يعدي هو بالملعب لابو النصر، السكرينات مع بيدو، يسلم ليه عبد الله ناصر، بيحاول يلعب واحد على واحد والفيداوي والشوط لكن ما بيرجعش في التسجيل، يزقها له ثاني ابو النصر، حلو قوي ابو النصر، بيقول له وسع، يسلم لبيدو، بيدو لعمرو زهران، عمرو زهران لسه 5 ثواني على زمن الهجمه، عمرو زهران والدرايف من بعيد الشوط لكن ما بيرجعش في التسجيل، معاها مره ثانيه لكن هنا في خطا شخصي على جونز رقم 22. ورميتين او تو شوتس لعمرو زهران. جونز ثلاث اخطاء شخصيه. عمرو زهران ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى او الفري ثرو الاول. دقيقتين 28 ثانيه 61 80، وادي عمرو زهران الثانيه ينجح في تسجيلها وتغيير جونز، يخرج وينزل اللاعب رقم 9 رؤوف صفواني. عمر عزب ايضا على النزول ويخرج مايكل تومسون. ابراهيم خالد 61 81، 20 نقطة هو الفارق في احداث الكوارتر الرابع. رؤوف صفواني اللي لسه نازل لابراهيم خالد، ابراهيم لكن في فعلا خطا شخصي على عمرو زهران، خطا شخصي الاول على عمرو زهران، ورميتين حرتين تو شوتس ل ابراهيم خالد. ابراهيم خالد على تنفيذ الرميتين الحرتين او التو شوتس. ابراهيم ما نجحش في تسجيل الفري ثرو الاول. ابراهيم على الفري ثرو الثاني دقيقتين و19 ثانيه ينجح في تسجيلها ويقلص الفرق الى 19 نقطه. ضغط نادي سموحه من اول ملعب
لتقليص الفارق عمر عزب، عمر ليوسف معداوي لعمر روتاني والهاند اوف، وعمر زهران فاضي خالص وقطع له وتراي على الباسكت وينجح عمر زهران في تسجيل نقطتين بعد اسيست جميل من عمر عزب. اند وان او فري ثرو او الوان مور لعمر زهران. رؤوف صفواني خطأين شخصيين، وادي عمر زهران والاند وان ينجح في تسجيلها. تريبس احمد تريبس يبدا الهجمه، عدى ويسلم لديلا او على فضيل، ديلا لرؤوف صفواني، رؤوف لمازن المصري، يخطف عمرو زهران، رايح عمرو زهران الهجمه والضنك عمرو زهران. عمرو زهران ينجح في تسجيل نقطتين كمان، 62 سموحه 86 الاهلي، دقيقه و40 ثانيه على انتهاء احداث الفتره الرابعه والكوارتر الرابع والمباراه. تريباس لصفواني، صفواني درايف يطلع كيك اوت لابراهيم خالد، معاه ابو النصر ابراهيم خالد، قطع له مازن المصري، باص الكره لديلا اللي قاطع بيمينه السيم هوك واستعمل مربع لكن بيدو بالمرصد ديفنسيف ريباوند يلم الكره، ودي اخر دقيقه و20 ثانيه اكلينيكيا خلاص. مبروك للنادي الاهلي فوزه في المباراه رقم 13. وادي الكره تخبط في رؤوف صفواني واوت سايد، وتجدد معاه الزمن الهجمه دقيقه و10 ثواني او 11 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ابو النصر لعمرو زهران، عمرو بيهوش يسلم للمعداوي اللي بيشوط على الميديا بشوط ما بينجحش في التسجيل، ديلا على طول ديفنسيف ريباوند يلم يسلم لابراهيم خالد اللي بيبدا الهجمه. ابراهيم خالد لديلا، لابراهيم خالد مره ثانيه، ابراهيم عايز يعمل درايف بنتريشن توصل لتريباس، تريباس يقلب الملعب الناحيه الثانيه لابراهيم خالد على 3 بوينت شوت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عبد الله ناصر. اخر 40 ثانيه من زمن احداث الكوارتر الرابع، مبروك للنادي الاهلي فوزوا على النادي سموحه اللي قدم مباراه كويسه، والنادي الاهلي ايضا قدم مباراه عظيمه امام نادي سموحه، ارتضى الفريقان بالنتيجه في اخر 26 ثانيه وتفوق النادي الاهلي بفوز 86 62. كده يصبح النادي الاهلي في رصيده 24 نقطه، اما نادي سموحه يصبح في رصيده نقطه وحيده هي النقطه ال 15. أعزائي المشاهدين ألف مبروك للنادي الأهلي بفوزه بالجولة أو بالمباراة رقم 13 في الذهاب والعودة، وإحنا في مرحلة العودة. هارد لك نادي سموحة. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في مباريات قادمة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيفه الكريم الكابتن سلعوة، إليكم المايكروفون.